تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط، افتتحت الهيئة الوطنية للنفط والغاز فعاليات الملتقى البحريني الكندي بهدف تعزيز العلاقات وزيادة الشراكات في مجال صناعة النفط والغاز وتطوير آلية التعاون الفني والاقتصادي مع كندا. باب جديد يفتح أمام السياسات الاستثمارية التي لطالما انتهجتها المملكة وأبدعت في خطط لا شائك يؤطر حدودها نحو مستقبل متلألئ تفيض منه مختلف العوائد الإيجابية. يأتي هذا اللقاء النوعي لتعزيز العلاقات وزيادة الشراكات في مجال صناعة النفط والغاز مع كندا من أجل الارتقاء بمعدل حجم الاستثمارات الثنائية في البلدين الصديقين. هذه اللقاءات مهمة جدا بحيث أن هي تعمق العلاقات التاريخية بين البحرين وكندا في مجالات النفط والغاز، والاستفادة من الخبرات الكندية لنقل المعرفة ونقل المعلومات وأحدث التقنيات في مجالات النفط والغاز. فالزيارة راح تكون على مدى يومين، بتكون تخللها زيارات للشركات البحرينية والاجتماع مع كافة المسؤولين، وإن شاء الله تكون بداية قنوات للتواصل والتعاون في مجال النفط والغاز. توجهات سديدة نحو استقطاب الوفود الاستثمارية ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، بالإشارة إلى النهضة التكنولوجية والصناعية خاصة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، والتي تلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بالحفاظ على البيئة. فرصة جيدة، احنا كل شركة قدمت عرض موجز عن نشاط الشركة، واحنا الحين راح نسمع حق هذه الشركات العرض مالهم، ومن خلاله بعدين بيكون في بعد نقاش معاهم نشوف شلون نقدر نستفيد من الخبرات من التكنولوجيا في تطوير يعني عملنا في كل واحد في شركته، يعني شلون نستفيد من خبراتهم وعلمهم. نحن سعداء جدا للتواجد هنا في البحرين لبحث فرص التعاون المشترك. سوق البحرين جيدة للاستثمار فيها، وهناك تعاون وثيق بين البحرين وكندا، وهي فرصة كبيرة بالنسبة لنا. فتح القنوات الاستثمارية ستساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، ومن خلال إقامة المشاريع المشتركة والتشجيع على تبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية من كافة قطاعات الأعمال المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات والأعمال الأخرى ذات العلاقة. من هذا المؤتمر وفي إطار استراتيجية 2030، الهيئة الوطنية للنفط والغاز تبحث أفضل الممارسات العالمية والاستثمارات في قطاع النفط والغاز بين البحرين وكندا. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.